أبواب جديدة للعقاب يفتحها اليمين المتطرف في إسرائيل على عمال قطاع غزة. هؤلاء العمال أصيبوا بجروح خطيرة أثناء العمل في إسرائيل منذ أكثر من 30 عاماً، وتصنفهم مؤسسة التأمين الوطني كعمال أصيبوا بحالات عجز. فماذا حدث؟ في 8 مايو نشرت صحيفة إسرائيل هيوم ما أسمته كشفاً مثيراً أن مؤسسة التأمين تدفع 7,300,000 شيكل سنوياً لسكان غزة، إذ يحصل 183 منهم على معاش عجز كامل ويبلغ 360,000 شيكل سنوياً، وتحصل 64 عائلة على معاشات بسبب فقدان حياة أحد أفرادها في حوادث عمل، تقدر هذه المبالغ ب 175,000 شيكل سنوياً. لكن بالمناسبة هذه الأموال ليست منة إسرائيلية، بل مستحقات تقتطع بشكل شهري من مرتبات العمال للتأمين على حياتهم. منظمة إسرائيلية يمينية متطرفة فتحت شهية الأحزاب المتطرفة كعثمة يهوديت وحزب شاس للبدء بتحرك لوقف ما وصفته بإرسال الحكومة مبالغ فلكية من جيوب الإسرائيليين إلى غزة. يهود بنجال كاتب تقرير في صحيفة هآرتس عبر فيه عن صدمته من ارتفاع المبلغ من 165,000 دولار إلى 2,000,000 دولار، واصفا ذلك بالغباء. واختتم الكاتب بأنه لا ينبغي لعصابة اللصوص أن تقلق، لأن حكومتهم تقتطع 12 مليون دولار سنويا من 100,000 عامل فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل.